هناك الملحاوي، الضغط الآن على مرمى، خطيرة، جول لصالح المغرب التطواني. المغرب التطواني وياسين الكحل يسجل أولى الأهداف في هذا اللقاء في مرمى حمزة بودلال. ارتباك في الدفاع، ارتباك في الدفاع يعطي الهدف الأول في هذا النزال من هذا اللاعب الذي يعول عليه كثير المغرب التطواني، وعول عليه كذلك المنتخب الوطني المغربي الأولمبي في قادم الأيام بحكم أدائه وحضوره على مستوى كرة القدم وعلى مستوى رقعة الميدان رفقة المغرب التطواني. البطاقة الصفراء لياسين الكحل، لا أعرف هذه المسألة بكل صراحة، تجعلني أفكر ألف مرة كيف للاعب، هي فرحة، هي احتفالية، هي نشوة، لكن هي بطاقة صفراء، هي عقوبة، وفي عالم الاحتراف ستكون عقوبة بتمن من طرف الأندية، يعني البطاقة الصفراء ستصبح بتمن، هي أصبحت بتمن لكن ستصبح أكثر. أكيد احتفل كما شئت لكن ابتعد عن الحصول عن بطاقة صفراء في أوروبا مثلا. الإعادة للهدف الغريب بكل صراحة بعد الخطأ الدفاعي وسوء التفاهم، لاحظوا الزبيري هنا سوء التفاهم كان في البداية حتى بين مهاجمي فريق المغرب التطواني، لكن ياسين الكحل وجد الطريق في آخر المطاف. في أوروبا مثلا اللاعب الذي يحصل بطاقة صفراء من